ماما مبروك عواشرك. الله يبارك فيك، عيبة عليك ايه لجميع المسلمين. لجميع المسلمين. ايه حلقتنا اليوم ايوا حلقتنا اليوم غير باش نهني بارك صحاباتي والمتتبعين ديالنا واللي في الداخل واللي في الخارج وجيراني ونسابي وحبابي وصحاباتي ولادي وعائلتي اللي كيتبعنا كل الله يجعل هذا رمضان ان شاء الله يدخل عليهم الصحة والعافية ان شاء الله. احنا وجميع المسلمين. ماما دابا حنا ساينا الشهيوات ديال شعبان وداخلين على رمضان، شنو البروغرام ديالنا؟ ان شاء الله عطيني ان شاء الله هذا رمضان عطيني استثنائي على بحال تقريبا بحال العام اللي فات. نديرو عطيني ان شاء الله شي حاجة اقتصادية، شي حاجة اقتصادية اللي عطيني في متناول الجميع ان شاء ان الله. شاء الله. وغادي نبداو نحطوا الفيديوهات ان شاء الله مع 10 الصباح. حيت حنا عادة كنحطوا مع جوج ونص، مع جوج ونص دابا ان استثناء شاء الله مع رمضان رمضان غيبقاو نحطوهم ان شاء الله مع 10 الصباح باش تلحق. السيدات يلحقوا يشوفوا شنو صورنا، شنو الاقتراح ديال الاقتراح اللي غادي يجربوا. ياك ايوا هادشي اللي كان والله ان شاء الله. المهم ابتداء ان شاء الله من غدا اللي دخل عليهم ان شاء الله رمضان مبارك. مبارك سعيد علينا وعلى جميع المسلمين، وان شاء الله يكون احسن احسن هذا المرض ويهز علينا هذا الوباء ان شاء الله ويولي عندنا كل شيء اي من الاعوام السابقه ان شاء الله. أيوة دابا بالنسبه للعيد كذلك غتكون حتى هو عاوتاني حلوات اقتصاديه. بقينا حيين ان شاء الله عطيني منين نوصلوا النص ديال رمضان ان شاء الله بحول الله. لو بقينا حيين نبداو عاوتاني ان شاء الله في شي شهيوات اقتصاديين حتى هما في المتناول ان شاء الله. في المستوى ما نديروش عاوتاني شي حاجه مكلفه ولا شي حاجه اللي حتى ان شاء الله يعفو علينا ان شاء الله ربي بهذا المرض يتحيد ان شاء الله ويكون ديك الساعات ان شاء الله الجديد يكون شي حاجه اللي هي فخيره. دابا غادي نكتفي غير بشي حاجه اقتصاديه باش مع هذا الحجر الصحي مع بزاف الحوايج اللي مازالين حنا ان شاء الله خصنا نلتزموا. الحمد لله دابا كاين غير ليلي، ولكن واخا هكاك باقي الوضع شويه مأزم ثاني باش نحتفظوا على الصحه ونحتفظوا على تاع الاحتفال تاع المصروف، يعني المصروف اليومي ديال رمضان على الصحه وعلى ان شاء الله بما دازت هاد الجائحة بخير وعلى خير ان شاء الله. ان شاء الله هادشي اللي كان نطلب الله السلامة هادشي اللي كان. ومبروك رمضان حتى للسيدات اللي معانا معنا في السيدات اي الحاجة روكي لمينا معنا اللي كيعاونوا وبنتها كذلك. المهم السيدات كلهم اللي اسرة سيدات الدار كاملة واخا دابا بعيدين عليهم شي شوية ولكن ان شاء الله دابا نشوفهم في القريب العاجل ان شاء الله. ان شاء الله كنبركم في العواشر وعلى المشاهدين اللي كيشوفونا وعليك ماما الله يدوز عليك ان شاء الله رمضان جميل. يلا شنقول لك الله يعاونك وان شاء الله في وصفات يتسناونا في وصفات ابتداء من غدا ان شاء الله مع العشاء ديال الصباح. انا اسال الله ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والصالح الاعمال تحيه الله خير الله.